منافسة صعبة، منافسة فيها قوة. هذا الموسم في فرقتين معاك بيحاولوا ان هم يفوزوا ببطولة الدوري، اول مرة هتكون لبيراميدز، والمرة ممكن تكون رقم 14 لنادي الزمالك، لكن الاهم ان هي باذن الله باذن الله تكون المرة رقم 41 في تاريخ بطولات النادي الاهلي في بطولات الدوري العام. مهم ان انت تكسب النهاردة عشان تتخطى عقبة قوية، بداية جديدة في مرحلة حاسمة ومهمة جدا في مشوار بطولة الدوري. لما تكسب مباراة المصري هيتبقى ليك 7 مباريات هيكونوا كلهم مهمين، وهيكونوا كلهم صعبين جدا كمان، لان انت في بعض المباريات هتواجه بعض الفرق اللي بتنافس على البقاء في بطولة الدوري، وهتكون اخر مباراة ليك في بطولة الدوري كمان امام نادي الزمالك، مباراة هتكون ايضا صعبة جدا. لكن خلينا مركزين في مباراة النهاردة. مباراة لها أبعاد كتير قوي، الأهلي لو فاز يوصل للمركز الثاني، وهيكون فرصه كبيرة جدا في احتلال صدارة بطولة الدوري، لأن احنا عارفين أن بيراميدز المتصدر حاليا لاعب ماتشين أكتر من الأهلي والزمالك، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على المنافسة ما بينك أنت والزمالك بالتحديد فيما يخص عدد المباريات المتساوية ما بينكم. لما تلعب مباراة النهاردة أمام المصري هتبقى متساوي مع الزمالك في عدد المباريات، بالتالي لو كسبت أنت عندك 58 نقطة توصل للنقطة رقم 61، الزمالك عنده 60 نقطة بعد الهزيمة من بيراميدز أول امبارح، فبالتالي هتبقى في المركز الثاني في بطولة الدوري في انتظار خوض المباريتين المطبقين ليك في المقارنة مع بيراميدز اللي لعب أكتر منك ماتشين، لو كسبتهم تتعدى بيراميدز وتحتل المركز الأول. فمشوار هيكون صعب وطويل ومهم جدا في 7 مباريات بعد كمان مباراة المصري النهاردة، فبالتالي التركيز كله من الجهاز الفني، من اللاعبين، من الإدارة، من الجمهور كمان اللي منتظر بشكل كبير جدا فوز النادي الأهلي في مباراة اليوم، عشان نخرج شوية من الحالة الصعبة اللي كنا بنمر بيها خلال الفترة اللي فاتت، واللي كانت بتتمثل في الخروج الأفريقي بهزيمة كبيرة أمام صن داونز وضياع الحلم الأفريقي اللي كان فيه أمال منعقد عليه بشكل كبير جدا من قبل الجماهير الأهلوية، وكمان الهزيمة في مباراة بيراميدز عطلتك شوية في مشوارك في بطولة الدوري، لكن الأمال كلها ممكنة، الأمور كلها لسه في إيد لعيبة النادي الأهلي وجهازهم الفني، وكلنا ثقة فيهم إن هم يقدروا يفوزوا بلقب بطولة الدوري مش بس مباراة النهاردة.